عمر، ما طابت اوقاتكم. السلام عليكم. رئيس لجنة الاحتراف للعربية، هذه الأندية لن نسمح لها بتسجيل لاعبين جدد. باستوس إلتون هوساوي الأبرز في سباق المرحلة الماضية من زين. والعربية داخل باص الفتح بعد مباراة الستة المجنونة. سلسلة متى يعود الأخضر في ضيافة أمين عام اللجنة الأولمبية السعودية. أهلا بكم. قضايا مهمة تنبش الآن من أطراف عدة حول تسجيل بعض الأندية للاعبين أجانب ومحليين رغم وجود مديونيات عليهم، وهو ما يرفضه النظام. الزميل محمد القناص حمل هذا الملف وألقاه على طاولة علي بدغش رئيس لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين في اتحاد كرة القدم فأوضح. والله هو الاجتماع كان مخصص اكثر شيء عشان موضوع المرحله والفتره هذه مفرحة التسجيل، لانه في انديه يعني بتشتكي انها راغبه في التسجيل، واحنا كمان عندنا انظمه لازم نطبقها، فعشان كذا استوجب الاجتماع يكون مخصص في موضوع التسجيل وانتقال اللاعبين وعقود اللاعبين، لانها هي الفتره مهمه جدا هذه. يعني جميل. اول شيء انتم كلجنه، انت كرئيس لجنه مكلف، الى متى ينتهي تكليفك؟ والله هي طبعا هي نهايه الموسم طبعا، لانه اللجان الان لسه مستمره، يعني اصلا في احنا في اللجان من زمان، يعني مش من الحين، يعني مو تكليف هو في فوري الان، ولا احنا شغالين من 2007 يعني في اللجنه. يعني يعني انتم الان مطلعين على كل القضايا السابقه التي كانت موجوده لدى اللجنه اللي تقدموا فيها؟ اذا في احد في قضايا قدمت للجنه احنا ان شاء الله مطلعين. يعني أول شيء شكوى نادي الهلال على نادي الاتحاد بخصوص مستحقات التدريب الشافي الدوسري، ما هو متى وصلتكم الشكوى أولا وما هي نتائجها؟ والله أعتقد قبل 3 أيام خطاب من نادي الهلال، وهذه لها إجراءات مش طويل بس إجراءات. يعني طبعا لما يجينا خطاب مو شكوى، هو أول شيء يعني أول شيء نادي الهلال كان يطالب بحق تدريب اللاعب، وهذا حق مشروع تحت الأنظمة طبعا إذا كان مستوفي الشروط. احنا بدورنا لازم نخاطب نادي الاتحاد، نقول انه نادي الهلال مطالب كذا كذا كذا، ويرد علينا وحسب النظام نشوف ايش الصح وناخذ الاجراء فيه قرار. فالحين الموضوع هذا يعني يبغى له وقته على اساس يكتمل. يعني طيب بخصوص ايضا الانباء التي وردت عن شكوى ايضا هلاليه مقدمه او خطاب قدم نادي الهلال لصالح اللجنة ضد مستحقات تدريب خالد عزيز الذي انتقل إلى النصر من الهلال، هذه أنا ما وصلنا شيء بالنسبة لخالد. يعني العرفة على اللاعب شافي، أما خالد عزيز إلى الآن ما وصلنا شيء، عشان كذا ما أقدر أقول لك، ولكن نفس الإجراء حيصير. هي مو شكوى، هو مطالبة. زين، إذا الهلال قدم نفس الإجراء بيصير زي اللاعب اللي راح الاتحاد. طيب لو تحدثنا أيضا عن شكاوى اخرى من مثلا تيسير انتيف حارس نادي الفيصل، مقدم ايضا شكوى مطالبه بمستحقات متاخره لدى نادي الاتحاد. انا اللي اعرفه الاخ تيسير انتيف استلم شيكو قبل 2 أو 3 أيام. والنجعي اللي مقدم شكوى على التعاون، سجلنا الاتحاد وطبعا مع ارفاق نادي الاتحاد مشكور رواتب اللاعبين اللي شهر نوفمبر. يعني حسين النجعي ايضا لديه شكوى ضد نادي التعاون. لا، هذه قضية نادي التعاون خرج طلعت من عند لجنة الاحتراف، هذه القضية راحت واستلموا وسووا مخالصة، وإحنا لنا بالدوكيمنت الأوراق، الورق يقول أن اللاعبين استلموا بحكم مخالصة، أما الفلوس استلموها ما استلموها هم وقعوا بالمخالصة. فلما جات للجنة إحنا انتهى دورنا، يعني في أدوار ثانية إذا كان والله حتى يعني ما ادري هل استلموا ما استلموا، هل الفلوس ما صرفت، هل بس احنا بالنسبه لنا كلجنه عندنا مخالصه نهائيه بين اللاعبين وبين نادي التعاون. جميل جدا. ايضا شكوى عبد الله شهيد ضد نادي الشباب، البعض يتحدث ان الشكوى هي انه لم يستلم جزء من مستحقات التوقيع، يعني مستحقات لدى توقيعه للنادي، ليست لا. ليست خصومات الرواتب. لا، الشكوى لا، او اللي متقدمين فيها انه استحقاقات عبد الله شهيد 4 مليون وشوي،
وخصم منها 1,800,000 اعتقد بسبب غرامات موجوده ومنظمه زي ما قلنا قبل انه نادي الشباب نادي منظم، وانا اتمنى كل الانديه انه يصيروا حذو نادي الشباب. معجب صراحه بتنظيمهم يعني. جميل. الان لو تحدثنا عن الانديه التي تم ايقاف التعاقد او تم ايقاف تسجيل لاعبيها في هذه الفتره، ما هي الانديه وما هي اسباب ايقافها؟ ايقاف مو ايقاف مو ايوه في امور لازم تنهيها عشان تسجل او نسجل لك اللاعبين. ما هي هذه الاسباب؟ قلت لك انا نادي الفيصلي عنده مشكله الوكيل، عندك نادي نجران ما للحين ما اعطانا رواتب، نادي الاتفاق زين مع انه نادي الاتفاق القرارات اللي طلعت هذه ما لها دخل في انه نسجل له او ما سجل له، نادي الاتفاق مجرد ما يجيب رواتب اللاعبين نسجل له، لانه في قضايا احنا بتينا فيها. بس للحين اذا رفض نادي الاتفاق، لا لنفرض يعني اذا رفض نادي الاتفاق بعدين في المستقبل القريب ان يصر اصر على الغاء عقد اللاعبين، بعدين احنا في الفتره الاخيره نجبر ان ينفذ القرار. في مثلا لو فسخ اللاعب عقده، تقدم بطلب فسخ عقده في منتصف الموسم يعني لمده 3 أشهر او اكثر من 3 أشهر ما استلم مستحقاته وتقدم بطلب فسخ عقده، بالتاكيد انكم يعني تساعدون في هذا الامر. احنا دائما نحاول ان نسوي استقرار للعقود في خاصه في الموسم يعني. بس انا اقول لك كل قضيه وكل كل قضيه تكون لها نظره، ما تقدر تعمم، عرفت شلون؟ يعني في موج بعض الاحيان عقود تضطر انك تلغيها في 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 الوقت الحاضر يعني، وفي عقود لا. فكل كيس او كل قضيه لها منظور يعني. ونبقى في الانتقالات والعقود، حيث انتقل رسميا اليوم حسن الراهب لاعب نادي النجران والاهلي والترجي والخليج السابقين، انتقل الى نادي النصر السعودي قادما من نجران. ذكر تقرير صحفي أن عقد الراهب يمتد لعام ونصف العام مع فريقه الجديد الذي يلاقي غريمه الهلال غدا الأربعاء في الدوري المحلي. خالد الضغيثر تتبع مسيرة حسن الراهب منذ الترجي إلى أن رست سفنه في النصر البارحة. بعد أن كان متخصصا في هز شباكه على مدار السنوات الأخيرة، انقلب الحال وأصبح يدافع عن ألوانه. حسن الراهب إلى النصر في عقد ل18 شهرا مقبلة. ولد حسن في 23 أغسطس عام 84، وبدأ كرة القدم مع الترجي في شرق السعودية قبل أن يتحول إلى جاره الخليج الصاعد آنذاك إلى دوري المحترفين. مع دانة سيهات أحرز الراهب أول أهدافه في الدوري الممتاز حين هز الشباك الوحده. ولم يكن يعلم الشاطر حسن أنه سيرتحل من الساحل إلى الساحل وتحديدا إلى أهلي جدة. انطلق هناك وبرز اسمه في خط هجوم الراقي في عقد بدأ في موسم 2008 وحتى نهاية الموسم الماضي. 5 أشهر فقط قضاها مع الأخضر الجداوي، حملته للدفاع عن الأخضر الدولي حينما نافست السعودية بكأس الخليج في عمان وحلت وصيفة خلف أصحاب الأرض. إنجازاته مع الأهلي تمثلت بلقب بطولة الخليج في عام 2008 وبتحقيق كأس الملك للأبطال في النسختين السابقتين. مسلسل الترحال يستمر ويتجه به قبل بداية الموسم الحالي إلى نجران الجنوب بعد 4 مواسم في جدة. أصبح من أعمدة فريق نجران وكان يلعب أساسيا وأحرز 2 كما صنع 4، وقبل ساعات معدودة ارتحل إلى منتصف الجزيرة وتحديدا إلى العالمي الذي سيكمل معه ما تبقى من الموسم. لكنه في هذه التجربة لن يتمكن من رؤية البحر الذي اعتاد أن يقضي وقت فراغه على شاطئه. ربما تحل الرحلات البرية في نجد محل البحر أو ينتظر حتى نهاية المنافسات كي يذهب إلى معشوقته كان في جنوب فرنسا. خالد الضغيثر، العربية. وهذه وقفتنا الأولى، نتابع بعدها حلقة هذا اليوم وفيها باستوس والقاتل وألتون وهوساوي، مشاهد لا تنسى في الجولة 17. الفتحويون يقضون ليلة مجنونة بعد مباراة الستة المجنونة.